السيسي ونظيره اليوناني والقبرصي يطلقون فعاليات أسبوع العودة للجذور من الأسكندرية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيبعث رسالة لكوريا الشمالية. نتنياهو يعلن أن إيران نقلت برنامج الأسلحة النووية إلى موقع سري وإيران ترد، حديث طفولي ومثير للسخرية. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل، في احتفالية كبرى أطلق الرئيس السيسي ونظيره القبرصي واليوناني فعاليات أسبوع أحياء الجذور من محافظة الأسكندرية، وتهدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم إلى أحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التي عاشت لفترات طويلة في مصر والتي لها التواجد التاريخي في محافظة الأسكندرية. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الوثيقة والبناءة بين مصر واليونان وقبرص، معتبرا أنها نموذج يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط. وخلال السنوات الأخيرة كانت آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي نجحنا في إطلاقها والحفاظ على قممها الدورية واجتماعاتها الفنية انعكاسا واضحا لمتانة العلاقات التاريخية بين دولنا، ونموذجا يحتذى به في منطقة شرق المتوسط بأسرها. ولا شك في أن الزيارات المتواترة لكبار المسؤولين من دولنا تمثل دليلا واضحا على عزمنا استثمار نجاح هذه الآلية ورفعها للأمام وتطويرها بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط ويحقق لشعوبنا ما نرجوه من تنمية ورخاء. وأشار السيسي إلى أن محافظة الأسكندرية تمثل تجسيدا لقيم التسامح والتعايش المشترك، لافتا إلى أن اليونانيين والقبارصة مثلوا إضافة لحركة الاقتصاد والعلم في مصر. وما زالت تمثل تجسيدا لقيم التسامح والتعايش المشترك والتواصل الإنساني، وهي القيم التي شجعت مئات الآلاف من شعوب المنطقة على اختيار مصر مقصدا للإقامة في مجتمعها. احتضنهم دون تفرقة، وكان على رأس هؤلاء الآلاف من اليونانيين والقبارصة الذين انصهروا في نسيج هذا البلد، فمثلوا إضافة كبرى للحركة الاقتصادية والعلمية والثقافية في مصر. ورحب السيسي في كلمته بجميع الجاليات في مصر، مشيرا إلى أن كل من يعيش على أرض مصر له حق المواطنة. اسمحوا لي في البداية أن أنا قبل ما أوجه كلمتي أن أنا رحب بكم جميعا، أهلا وسهلا لكل الضيوف الموجودين أو الجاليات اللي موجودة. أنا ما بحبش أقول كلمة جاليات الحقيقة، لأن إحنا هنا في مصر حريصين جدا على أن إحنا نبقى نتعامل مع بعضنا البعض على أن إحنا مواطنين. أي حد له حق المواطنة في مصر. ولفت السيسي إلى أن الهجرات اليونانية والقبرصية الحديثة إلى مصر ساهمت في إثراء تعددية المجتمع المصري. أسهمت الهجرات اليونانية والقبرصية الحديثة إلى مصر اعتبارا من نهايات القرن الثامن عشر في إثراء تعددية المجتمع المصري، حيث شارك اليونانيون والقبارصة إلى جانب إخوانهم من المصريين في إحداث نهضة تجارية وثقافية وفنية، وعملوا في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية بما في ذلك التجارة والصناعة وبناء السفن والإرشاد البحري في قناة السويس والسياحة والزراعة والطباعة والنشر.
أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن فخره بلقاء مواطني في مدينة الأسكندرية بما تمثله من قيمة تاريخية، وأكد أن إسهام المغتربين اليونانيين والقبارصة ساهم في تنمية روابط الصداقة بين شعوب البلدان الثلاثة. أشعر بالفخر لأنني ألتقي بمواطنين لنا في هذه المدينة التاريخية هنا الإسكندرية. إن إسهام اليونانيين والقبارصة متعدد الجوانب سواء في الإسكندرية أو القاهرة، وقد ساهموا بأكبر قدر من التنمية والحفاظ على هويتنا الوطنية والثقافية. ومما لا شك فيه أن إسهام المغتربين من جانبنا قد ساهم في تنمية روابط الصداقة بين شعوب بلادنا الثلاثة. وأضاف أناستاسيادس أن القيم والمبادئ المشتركة لمصر وقبرص واليونان ترتبط بالإرث الثقافي، وأن الدول الثلاث عليها العمل على استغلال الروابط التاريخية من أجل إرساء السلام في المنطقة. إن قيمنا المشتركة ومبادئنا المشتركة التي تبدأ منذ قديم الزمن وتمتد حتى اليوم، فهذه مرتبطة بالإرث الثقافي لبلادنا، وعلينا أن نواصل حسن استثمار هذا الإرث وهذه الروابط. وللمزيد من التخطيط لمسيرة مشتركة سوف تقودنا، وسوف تفرض إن أردنا قبل ذلك السلام في المنطقة. إننا نحب السلام ونمقت الحرب، نحب الحضارة والثقافة لا البربرية. وللأسف منطقتنا تواجه منذ عشرات السنين العديد من المشكلات، ونحاول من خلال العلاقات الثلاثية التي ننميها أن نقوم بتطوير ووضع الظروف التي تؤدي للسلام. بدوره أكد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس أنه لا يجب اقتصار التعاون بين الدول الثلاث على الجانب الاقتصادي، بل يجب أن يشمل التعاون في المجال الفكري والعلمي. لا يجب أن يقتصر التعاون على النواحي الاقتصادية، بل يجب أن يكون هناك تعاون في الفكر في العلم. أن نبرز أهمية الإنسان وأهمية التضامن فيما بيننا، وإبراز أهمية الإدراك الديمقراطي للأمور من أجل صالح الحاضر والمستقبل، وعدم التقليل من إمكانياتنا. فنحن يربطنا تاريخ طويل، وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على التعاون والتفوق القائم على الفكر والقدرة على الإبداع. فالقدرة على الإبداع أهم من أي شيء، وهنا يمكننا أن نجعل العالم أكثر سلما. أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نادية مكرم على دور مصر التاريخي كبلد مستقبل للهجرات والثقافات المختلفة منذ فجر التاريخ. وخلال كلمتها في حفل إطلاق أسبوع الجذور، وجهت وزيرة الهجرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رفضه إطلاق تسمية لاجئين على السوريين الذين احتموا بمصر نتيجة الأزمة التي عصفت ببلادهم. مصر من زمان كانت دولة هجرة. سيدنا إبراهيم، آل يعقوب، السيد المسيح عندما احتمى في مصر هربا من بطش هيرودس. ومرت العصور ولقينا الجاليات اليونانية والقبرصية والإيطالية والأرمنية، وحتى الآن في وقتنا المعاصر فتحت مصر ذراعيها حتى وهي بتواجه كل التحديات، تحديات إرهاب وتحديات إعادة وطن بعد سرقته. كل ده مصر ما كانتش بتعتذر ان هي عندها مشاكل، مصر كانت بتفتح ذراعيها. وبشكر فخامة الرئيس انه رفض اطلاق اسم لاجئين على اخواتنا السوريين اللي احتموا في الدولة المصرية. قال مفوض الجمهورية القبرصية فاتيس فوتيو ان نجاح التعاون الثلاثي يجب ان يكون هناك تقارب بين الشعوب الثلاثة. في شهور قليلة سنقوم بتقريب الأجيال الجديدة حتى يتعرفوا على حضارة بلادنا. سوف يكون هناك مجموعات كبيرة من البلدان الثلاثة يزورون مصر واليونان وقبرص. وإذا أردنا أن ينجح هذا التعاون الثلاثي والاستراتيجية التي وضعها زعماء الدول الثلاثة، يجب أن نقوم بتقريب الشعوب فيما بينها، لأن التاريخ يوحد بيننا والثقافة توحد بيننا أيضا. هناك عناصر كثيرة توحد بيننا، وهذا هو هدفنا. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر رأس التين بالأسكندرية نظير اليوناني بروكوبوس بافلوبولوس، أعرب السيسي عن تقديره لمواقف اليونان الداعمة لمصر في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبية، مرحبا بالتقدم والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية التي وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية خاصة على الصعيدين السياسي والعسكري. كما تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من المجالات.
المجالات مثل الطاقة والسياحة والزراعة، كما تم التباحث حول عدد من القضايا السياسية بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك. في شأن آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيبعث برسالة إيجابية لكوريا الشمالية. وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري محمد بوهاري أنه لا يستبعد إجراء مفاوضات جديدة مع إيران حول اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لافتا إلى أنه سيتخذ القرار بشأن الاتفاق في الوقت المناسب. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ القرار بعد ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني أم لا. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح مرارا أنه يرغب في الانسحاب من الاتفاق النووي بسبب تورط إيران في الكثير من الصراعات بالشرق الأوسط. عقدت المجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا اجتماعها بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وشدد البيان الصادر عن الاجتماع على أهمية استمرار ودعم الجهود المصرية الرامية لتوحيد الجيش الليبي. اتفقنا في هذا الصدد على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهناك اجتماعات ليبية تعقد في هذا المضمار تحت رعاية مصرية هنا بالقاهرة، وهو مسار هام نأمل في أن يتوج بالنجاح ويساهم ليس فقط في بناء الثقة بين الأطراف المعنية، لكن يفضي أيضا إلى تمكين ليبيا من القضاء على مخاطر الإرهاب التي تهددها وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. وتعهدت المجموعة الرباعية بتقديم المساعدة اللازمة لإتمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري. توافقت المجموعة هنا على جملة من الخطوات التي سنقدم عليها بشكل مشترك لدعم هذه المسيرة والوقوف مع أشقائنا الليبيين من أجل إنجاحها، بما في ذلك في سبيل تأييد الملتقى الوطني الجامع الذي يعكف الدكتور غسان سلامة على التحضير له وتنظيمه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتقديم المساعدة الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، والمشاركة في متابعة ومراقبة هذه الانتخابات في كافة مراحلها تلبية لطلب السلطات الليبية. وفي الملف الفلسطيني، أكد الرئيس الفلسطيني أن جميع الأسرى سيكونون موجودين في أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني. جاء ذلك خلال أعمال الدورة 23 للمجلس الوطني في رام الله، موجها التحية لجميع الأسرى والشهداء. في الدورة القادمة للمجلس الوطني سيحضر كل الأسرى من وراء القضبان، لذلك التحية كل التحية للأسرى، التحية كل التحية لشهدائنا، شهداء القدس وشهداء مسيرة العودة، جميعهم نحييهم شهداء وجرحى من أجل هدفين نبيلين القدس والعودة. وأضاف أبو مازن بأن السلطة الفلسطينية لن تقبل بأن تكون أمريكا الوسيط الوحيد لعملية السلام. لن نقبل بأمريكا أن تكون وسيطا وحدها، ولن نقبل بما تقدمه لنا. قال في عنده الصفقة لسه ما خلصت، أتاري ما خلصت. طب شو الصفقة اللي ما خلصت؟ يعني شو ضل عندهم؟ وبقولوا 15 شهر 20 شهر بدهم يقدموا صفقة، طب شو هي؟ طب إذا راحت القدس وراحت اللاجئين وراح الاستيطان شو ضل؟ ولذلك نحن لن ننتظر، ديروا بالكم، لأنه في ناس بيقولوا يا أخي طول بالك، طولوا بالكم، ليش مستعجلين؟ يمكن يقدموا لكم شيء، شو بدهم يقدموا لنا؟ شو بدهم يقدموا؟ إذا أمريكا بتقدم شيء بتقول نحن مع خيار الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وهي ليست وسيطا وحدها.
هذا الكلام نبدأ نفكر فيه، أما غير هيك ما نقدر. فهذه القصة. مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية السلمية في غزة لها دور كبير، وهي الطريق الوحيد المتاح لكي يعبر الشعب الفلسطيني عن رأيه. المقاومة الشعبية السلمية، أنا سمعت بغزة الإخوان قادة حماس بتكلموا عن المقاومة الشعبية السلمية، وهذا شيء جيد، هذا شيء منيح. وفعلا اللي عم بصير على الحدود في هبة العودة المقاومة الشعبية السلمية. طب كويس، طب ليش يوم قلت أن المقاومة الشعبية السلمية قالوا جاسوس؟ ما نفس الشيء، أنا بحكي المقاومة الشعبية السلمية. أنا رأيي أنه هذه هي الطريق الوحيد المتاح لكي نعبر عن موقفنا، نعبر عن آرائنا. والحمد لله أنه أخيرا اقتنعوا، بعرف إلى أي مدى، لكن اقتنعوا وكلهم صاروا يتكلموا بالمقاومة الشعبية السلمية وهي فعالة. وأكد عباس أنه رفض عرضا خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بالحصول على قطعة أرض من سيناء. وفي أيام السيد مرسي الرئيس محمد مرسي العياط كانت موجودة، على أساس أيضا يعطونا شقفة من سيناء مشان شعبنا يدخل هناك ويعيش هناك، وقضية طويلة عريضة اسم مشروع إيغورو آيلاند، وللآن بنحكى فيه إخواننا الأعزاء، هذا مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية. وأنا قلت هذا الكلام بصراحة للرئيس مرسي، هو الآن بالسجن، بقول لك عم تستشهد فيه هو بالسجن، بس يتعب ورجيك. طيب هو قال لي هذا الكلام، احنا موافقين، قلت له هذه تصفية القضية الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران كذبت بعد توقيع الاتفاق النووي ونقلت برنامج أسلحتها إلى موقع سري. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي أن إيران أخفت نصف طن من المواد النووية في طهران، حيث يتضمن المشروع السري تصميم وإنتاج الأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه تم تقاسم هذه الوثائق مع الولايات المتحدة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن العرض الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثير للسخرية وطفولية. وأضاف نائب الوزير الإيراني أن ما قام به نتنياهو يستهدف التأثير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة، انتظرونا بعد قليل. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. أعلن التحالف الدولي انتهاء عملياته القتالية الرئيسة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق. واعتبر التحالف في بيان أن إنهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة في العراق دلالة على انتهاء العمليات القتالية الرئيسة ضد التنظيم، والإعلان عن تغير في هيكلية ومسؤوليات التحالف. بدأ صباح اليوم تنفيذ اتفاق وقف القتال في محيط مخيم اليرموك جنوب دمشق، وهو الاتفاق الذي ينص على خروج المسلحين من مخيم اليرموك إلى إدلب مقابل فك الحصار على بلدتي كفرية والفوعة والسماح بمغادرة الإرهابيين. وقد غادرت 5 حافلات مخيم اليرموك تقل 200 إرهابية. وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الأردن قادما من الإمارات، وذلك لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وتأتي زيارة آبي لعمان ضمن جولة شرق أوسطية تشمل الإمارات وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ستفاقم زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن طهران ستواصل وجودها في المنطقة رغم ضغوط واشنطن للحد من النفوذ الإيراني. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني تعليق قاسمي على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو أمس يوم الأحد بخصوص إيران، مؤكدا أنها إدعاءات متكررة ولا أساس لها، واصفا التدخل الإيراني في سوريا واليمن بالتواجد الاستشاري الذي سيستمر ما دام الحالة والظروف تتطلب ذلك على حد وصفه. قتل 26 بينهم 9 صحفيين في تفجير انتحاري مزدوج ضرب العاصمة الأفغانية كابول، وكان الصحفيون قد تجمعوا لتغطية أول انفجار عندما فجر انتحاري آخر نفسه فأوقع قتلى ومصابين، وذلك في أدمى هجوم يستهدف العاملين في وسائل الإعلام المحلية منذ عام 2001. وقد تبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين، وفي حادث منفصل أعلنت شرطة قندهار مقتل 11 مدني بينهم 10 أطفال في هجوم انتحاري طال قوات عسكرية أجنبية في الولاية. شدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على المراجعة الدورية للبنية التحتية وإجراء الصيانات اللازمة على مستوى الجمهورية، وخلال زيارته غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة أحوال الطقس. وجه إسماعيل بضرورة استمرار الجولات الميدانية للمحافظين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار تداعيات سوء الأحوال الجوية. في السياق ذاته أجرى رئيس الوزراء اتصالات من خلال شبكة الفيديو كونفرنس بعدد من المحافظين للاطمئنان على التجهيزات التي تم اتخاذها للتعامل السريع حالة سقوط الأمطار. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن النظام الجديد يغير شكل الامتحانات فقط في التعليم الثانوية للوصول إلى الفهم وليس الحفظ، وهو تحويل من بوكلت ورقي إلى تابلت ومن مصدر واحد للتعليم إلى مصادر متعددة. ما فيش تجيبة فلوس جت من البنك الدولي كده 500 مليون دولار في البنك، الفلوس كلها عندهم. الفكرة ان هم قسموا المخرجات بتاعت اول 5 سنين النتائج، سواء في تدريب المعلمين، في التحصيل، في تطبيق النظام الجديد، في تطبيق نظام التقييم بتاع ثانوي، كل خطوة لما نعملها وتيجي جهة تالتة تتأكد انها اتعملت يقوموا يدفعوا لنا الجزء ده من الفلوس. فالفلوس مش محطوطة كده تحت تصرفنا، يعني مربوطة بمنتج، وده يطمننا انه مفيش استهتار بقى بالفلوس دي. احنا لازم نطلع المنتج اساسا عشان ناخدها، ده معناه ان لازم استلف الاول، لازم حد يسلفني عشان اعمل الحاجة وبعدين ارجع اخد فلوس. فالدولة مشكورة بتسلفنا عشان نعمل ده قبل ما يجي لنا فلوس البنك. ففلوس البنك برضو هي ضمانة لانها مربوطة بالمخرجات، هو مش هيجيلنا لما يتأكد ان احنا مشينا بالظبط زي ما قلنا. مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة، الى الملتقى.